الصين هي أكثر بلدان سكاناً. في هذا البلد يصل عدد السكان إلى أكثر من 1.4 مليار نسمة. هناك الصينيون متمكنون من التكنولوجيا بشكل كبير، ولا يوجد شيء من التكنولوجيا لا يستطيعون صناعته. وتعد الصين أكبر منطقة لصناعة المصاغ، بحيث يمكنهم نسخ أي شيء. لا بأس بالتكنولوجيا، لكن حتى الخضار والبيض ينسخونها. هؤلاء الناس أثبتوا أن أي شيء ممكن في الحياة. الصين واليابان مثل أمريكا يمتلكون التكنولوجيا متطورة. هيا بنا اليوم في هذا الفيديو لنريكم أكثر التكنولوجيات الصينية. لكن يا أحباء، قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. هيا بنا. 1. أكبر شبكة سكك حديدية. تمتلك الصين أكبر عدد وأطول سكك القطارات في العالم، وأيضاً تمتلك أسرع قطار في العالم، وهو ما يسمى قطار الرصاصة، المنطلق بسرعة 320 كيلومترا في الساعة، بحيث تستمتع بالسفر في القطار أكثر من الطائرة. 2. أنفاق ضخمة. ولبناء طريق الحرير المعاصرة كان على الصين الحفر في الجبال وأن تبني أنفاقا كبيرة. اسم هذا النفق بوسلي تونيل، يصل طوله إلى 5 كيلومترات، والشيء المذهل في الأمر أنه يقطع أطول وأعلى سلاسل الجبال في الصين. 3. أسرع كمبيوتر في العالم. التكنولوجيا التي تمتلكها الصين مكنتها من صناعة أسرع كمبيوتر خارق في العالم، يسمى سنوي تاي هولايت. هذا الكمبيوتر يحمل إجمالي 10,650,600 معالج، واستطاعته 100 بايت فلوب. مهما كان الحاسوب الذي تستعمله، حاسوب مكتب أم لابتوب، قم بترك التعليق لنا. 4. نيو جلوبال سنتر. ويعادل هذا المركز التجاري الأكبر بمساحة 1,700,000 متر مربع، وإذا نظرت إلى الأعلى ستشعر كأنك تنظر إلى برج خليفة الموجود في دبي. 5. القطارات داخل المدينة. في محاولة الصين في القضاء على الازدحام المروري، اخترعت نظام نقل جديد مثل القطار جيروسكوبي وقطار الرصاصة والقطار المعلق. القطار المعلق هذا يعمل على بطارية الليثيوم، بحيث صنعت له خصيصاً، وهو عبارة عن زجاج من 3 جهات، بحيث يمكنك النظر في 3 جهات مختلفة. 6. الحافلات الكهربائية. عملت الصين جاهدة للقضاء على التلوث، فأنتجت 9,500 حافلة كهربائية، يعني أن الصين قد بدأت تعد نفسها جيداً ضد التلوث والازدحام. 7. حقول الألواح الطاقة الشمسية. تعد الصين أكبر مستفيد من ألواح الطاقة الشمسية، بحيث تشغل الألواح الشمسية مساحة شاسعة وتنتج تقريباً 40 ميجاوات من الكهرباء، مما يساعد في إمداد الملايين من الصينيين بالطاقة. 8. صناعات الهواتف. من المفترض أن الصين أكثر البلدان في العالم تصنيعاً للهواتف، يعني أن الكثير من المصانع موجودة بالبلد. فمنذ أن ظهر الهاتف إلى الآن، صنعت الصين أكثر من 600 مليون هاتف. ومن الممكن أن الهاتف الذي تشاهد به الفيديو الآن مصنوع في الصين. فيا أحباء، مهما كان الهاتف الذي تستعمله، اكتب اسمه في التعليق لنا واضغط إعجابا للفيديو، ولا تنسى متابعة القناة لتشاهد المزيد من مقاطع المستقبل. شكرا لمشاهدتكم، إلى اللقاء.